طب اروح سريعا بقى وبعد كده اكمل سوتات مع الكابتن انيس الشلالي طبعا متدرب الاحمال للنادي الاهلي. اتفضل يا محمد. بقول لك مبروك الفوز، لياقه بدنيه عاليه جدا، لعبت 120 دقيقه وقبلها بثلاث ايام مباراه مع الزمالك كبيره جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نقول ونعاود فضل كل الملاعبيه للعيبه بتاعنا، اصرار عزيمه قوه، الحمد لله ربي وفقنا كسبنا يعني مباراه مهمه اللي هي مباراه الزمالك، وبعد ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام مباراه كما اليوم فيها اكسترا تايم، فيها 30 دقيقة زايدة، ربي كرمنا الحمد لله. مبروك على كل الاهلاوي، مبروك على الجمهور، لكل اللاعبين، اطار فني، رئيس النادي، مجلس الادارة، كل حد عنده حب للنادي الاهلي. ماتش مهم، بطولة مهمة لينا، ضاعت منا السنة اللي فاتت، كان تصميمنا وعزيمتنا ان ناخدها السنه دي، فالحمد لله يا رب، الحمد لله. اللياقه البدنيه عاليه 120 دقيقه، المصري كان بيلعب ان الاهلي كده كان مجهد، لكن بالعكس الاهلي هو اللي كان بيلعب والمصري كان مجهد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انيس الشعلالي ما له الا يعني حتى جزئيه صغيره في كل النجاح، ولكن اهم حاجه هو اللاعبين، ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. كابتن حسين.